اليوم عندنا محاضرة جديدة لمادة التحليلات الهندسية، فأرجو الانتباه. اليوم عندنا الفصل الثالث chapter 3 اللي هو الفورير سيريز متسلسلة فورير. motivation. Fourier series are used in solving differential equations. Fourier series are used in solving differential equations that arise in the study of heat flow and evaporation. إذا Fourier series أو متسلسلة فورير تستخدم لحل المعادلات التفاضلية اللي تدرس جريان الحرارة وأيضا الاهتزازات. هذه أول فائدة لمتسلسلة فورير. الفورير سيريز شكلها شلون راح يصير؟ فورير سيريز يوز تو ريبريزنت ا بيريوديك فانكشن، يعني شكلها راح يصير دالة دورية، بيريوديك دورية. از ان انفينيتي ترايجونومتريك سيريز. اكتبوا هاي الجملة ترايجونومتريك سيريز، يعني اذا تصير عبارة عن متسلسلة بصيغة دوال مثلثية ترايجونومتريك. هاي الدوال المثلثية راح يصير شكلها على شكل ساين وكوساين تير، فقرات ساين كوساين، يعني شكل متسلسلة فورير أما دالة مثلثية، العفو، أما دالة مثلثية بصيغة ساين أو دالة مثلثية بصيغة الكوساين. الجنرال فورم، الصيغة العامة لمتسلسلة فورير. إذا عدي الـ FF الـ F بالنسبة لـ X تساوي A نوت over 2 بلس summation infinity للn تساوي 1 اي للn كوساين n باي على الالف الاكس زائد n summation infinity للn تساوي 1 b للn ساين n باي على الالف الاكس. شوفوا متسلسلة فورير صارت الدالة شنو؟ كوساين، دالة شنو؟ ساين، يعني دالة جيبية ودالة دالة الجيب ودالة الجيب، تمام، ساين كوساين. زين، اذا هذه الداله اللي هي الكوساين والساين، اذا هذه الدالة، طبعا انتم لاحظتوا ان عندنا ثلاث مجاهيل او ثلاث عناصر مهمه اللي هو الاي ان، الاي نوت العفو، والاي ان والبي ان. زين، اذا هذه الداله كانت زوجيه، ايفن زوجيه، فالحد الاخير مالت الساين راح يصير صفر. ليش؟ لان البي ان جيت صفر. اذا كانت الداله هذه الاف اكس اودد فرديه، العفو، اودد فردية، ايفن زوجية اودد فردية، فالاي نوت والاي ان صفر، يعني هذا الحد يصير صفر وهذا الحد يصير صفر. اذا هسه من خلال هذا الكلام راح اقدر، عفوا، من خلال هذا الكلام راح اعرف اذا عندي دالة زوجية فحد الساين راح يصير صفر. ليش؟ لان يحتوي على البي ان، لان البي ان راح صفر. واذا عندي دالة فردية فالاي ان والاي نوت صفر، وبالتالي حد الكوساين هو راح يصفر. هنا شنو معنى الايفن فانكشن؟ شنو معنى الداله الزوجيه؟ كتعريف بسيط يقول هي الداله از ذا فانكشن ذات وين دراون، عندما نرسمها از سيمتريكال اراوند ذا واي اكسس. يعني شنو معنى سيمتريكال؟ معناها متناظر حول من؟ حول الواي اكسس. زين، شنو معنى هذا الكلام بصوره حرفيه باللغه العربيه؟ معناها هي الدالة الزوجية هي الدالة التي تكون متناظرة حول محور الواي، حول يا محور الواي اكسس. زين، نجي نشوف هاي الاشكال. شوف هسه هذا دالة، شوف من هنا هذا الشكل، شكل البارابولا. شوف الدالة متناظرة حول من؟ حول هذا المحور. نصف هاي الدالة يشابه نصف هاي الدالة على محور، او بالربع الاول شابه بالربع الثاني. اذا نشوف الداله متناظره على حول محور الواي، كذلك هذه الداله شكل اخر متناظره حول محور الواي، كذلك هذا الرسم شكل داله خطي. بالنسبه للاودت راح تصير سيمتريكال اراوند ذا اوريجينال، يعني متناظره حول نقطه من؟ نقطه الاصل. زين، هذا الشكل، هاي نقطه الاصل، هي الصفر نقطه الاصل. شوفوا هاي الداله متناظره، هاي داله الاكس تربيع متناظره حول نقطه الاصل، هاي دالة أخرى متناظرة حول نقطة الأصل، هاي دالة أخرى متناظرة حول نقطة الأصل. شوف هاي أمثلة، هاي دالة خطية أيضا متناظرة حول نقطة الأصل. أريدكم تراجعون رسم الدوال المثلثية اللي موجود بالإعدادية
صف اعتقد الخامس الاعدادي او السادس الاعدادي. فرسم الدوال المثلثيه كلش مهم ويساعدك في حل متسلسله فوري. نجي هنا يقول النوع الثالث اكو دوال لا زوجيه neither even nor odd. يعني شنو معناها دوال هجينه لا متناظره حول محور الواي ولا متناظره حول نقطه شنو الاصل. يعني هسه لو نجي ناخذ هاي الداله داله هجينه ما متناظره لا على الواي ولا الاصل. هالحاله هاي راح يطلب من عندي اطلع قيمه الاي ان اي نوت واي ان وبي ان. اذا الاي نوت الى قيمه يصير والاي ان الى قيمه والبي ان. بينما لو الداله من قلنا نرجع لهنا نقول اذا الداله ايفن زوجيه البي ان صفر واذا الداله اود فرديه الاي ان الاي نوت والاي ان صفر. هاي انت بقولها. زين هسه نجي تعريف الثوابت الاي نوت والاي ان والبي ان. الاي نوت هو واحد على الال تكامل من بي 1 الى بي 2 اف اكس في الدي اكس. الاف اكس هي طبعا الداله حسب المعطيات في السؤال. طبعا قلنا لازم نمثل الفورير سيريز بدلاله داله ترايجونومتريك مثلثيه. زين الاي ان نفس القانون واحد على الال بس الاي ان شوف راح ياخذ الكوساين نفس التعريف الاصلي او نفس الصيغه العامه. هنا راح تصير الداله اللي معطينها بالسؤال مضروبه في كوساين ان باي على الالف الاكس في الاكس. طبعا هسه شنو نوضح شنو الان شنو الال بالسياق الكلام. البي ان كذلك واحد على الال نفس الحكي من بي 1 الى بي 2 اف اكس في ساين ان باي على الالف الاكس في الاكس. هنا نشوف الاختلاف فقط هاي كوساين اخذت هاي ساين. هنا نشوف الاي نوت ما اخذت كل شيء وهذا نفسه بالتعريف. الال شنو الال؟ الال هو عنصر مهم هو البريود يساوي الال على 2 طول طول يعني الداله راح يطيب السؤال مقسوم على 2 هاي يمثل لي الفتره البريود الفتره اللي الداله اما مثل ما قلنا يصير بها هيت فلو او يصير بها شنو فابريشن حسب نوع السؤال. زين هنا صم اندنتيتيز هاي الصم اندنتيتيز يعني شلون نقول يعني قوانين مساعدة Identities قوانين شنو مساعدة. هاي دوال مثلثية وإلها تبسيطات بالسؤال مرات أكو دوال مثلثية ما تقدر تحلها بلي ما تبسطها. فهاي طبعا مطلوبة من عندكم وأتمنى تحفظوها على أقل تقدير. طبعا مصعبة هي وأغلبها أنتم ماخذيها بالصفوف السابقة المفروض بالرياضيات صف أول وصف ثاني. فيقول أول شيء إذا عندي دالة ساين قوس A زائد ناقص B طبعا A و B هو ثوابت. يقول ساين A مضروب كوساين B زائد ناقص شوف بس أنت أقول الإشارة هنا موجب سالب لي جوا صارت أنه موجب سالب لي فوق تبول هاي كوساين A في ساين طبعا راح نجي نفسرها بالأسئلة ليش قلبتها هيك حسب من شلون ناخذها. يعني هنا اذا موجب يعني اي زائد بي خلينا نفسر هنا نقول اذا ساين اي زائد بي معناها راح تصير هاي الاشاره سالب شوفوا اخذت فوق سالب راح تصير مثلا نقول ساين اي زائد بي تساوي ساين اي كوساين بي ناقص كوساين العفو ناقص كوساين اي ساين بينما اذا اقول ساين اي ناقص بي راح تصير ساين اي كوساين اي زائد شوف لان الناقص كان بالاسفل الزائد هو بالاسفل كوساين اي ساين وكذلك بقيه الاشارات نفس الفكره انتبهتوا لها لان انا الموجب بالاعلى سالب بالاسفل شوف تغير صار السالب بالاعلى والموجب بالاسفل معناه اذا هاي الداله موجبه هنا راح تصير سالب واذا هنا سالب راح شو يصير موجبه وهكذا. هنا الساين اخذ ساين بكوساين هنا الكوساين راح اخذ كوساين بكوساين بلس ماينس ساين اي ساين هنا اذا عندي داله ساين اي في ساين بي راح تصير نصف كوساين اي ناقص ماينس كوساين اي زائد نفس الحاله اذا عندي داله الكوساين للاي والبي للدوال اي وبي كوساين اي كوساين بي نصف بس شنو الاختلاف راح تصير اشاره شبيهه موجود اذا عندي الساين مضروبه بالكوساين نفس ال شنو نفس الحد الاول اللي هو الساين نصف ساين اي ناقص بي زائد ساين
اي زائد بي، اذا الكوساين ايش بيختفي؟ هسه النقطة السادسة ساين تربيع اي هي واحد ناقص كوساين اثنين اي على اثنين، هاي طبعا اعتقد هذا القانون كلش واضح لكم، كوساين تربيع اي واحد زائد كوساين اثنين اي على اثنين. وهنا المهم، هنا كلش مهم هاي العلاقات، ساين اكس زائد اثنين باي ساين اكس، شوفوا ايش قد تسهلت، كوساين اكس زائد اثنين باي كوساين اكس، ساين اكس زائد ناقص باي ناقص ساين اكس، يعني بكل الاحوال ساين اكس زائد باي هي ناقص ساين اكس، وساين اكس ناقص باي هي ناقص ساين اكس، انتبهوا للاشارات. وكذلك كوساين اكس زائد باي تساوي ناقص كوساين اكس، وكوساين اكس ناقص باي تساوي ناقص كوساين اكس. طبعا الاكس هنا معناها الانترفل، الفتره، انترفل معناها الفتره. هذا الكلام راح يتوضح لكم بالاسئله. نيجي ناخذ هذا المثال، قول فايند ذا فورير كوفيشنت فور ذا بيريودك، شوف يقول لي جد معاملات فورير. من اللي معاملات فورير معناها يريد الاي نوت والاي ان والبي. زين مطيني للداله التاليه اللي هي الاف اكس، بيها شنو شرطين. الشرط الاول يقول اذا الداله من سالب باي، العفو الداله من صفر للسالب باي او من سالب باي للصفر، والداله الثانيه من صفر للباي. بحاله انه الاكس اكبر من سالب باي واصغر من الصفر راح تصير الداله سالب او سالب كذا. حالة الاكس اكبر من الصفر واصغر من الباي راح تصير موجب. نيجي نرسم، اول شيء من سالب باي للصفر، خالص سالب باي حطيناها للصفر، النوب اجت من الصفر، شوف هذا الصفر تكرر اجت هنا صار من الصفر، شوفوا من سالب باي للصفر رجعت النوب من الصفر للباي، من الصفر للباي اجت. يقول سالب كي، هي اشاره سالبه، اذا وين راح تنزل بالمحور السالب، نزلت هنا نجيت نزلت هاي سالب كي، فصارت من سالب باي للصفر هاي سالب كي. هذا نزلت هنا السالب كي لو تلاحظوها داله خطي عادي عاديه، فشوفوا صارت بهالصوره هذه. النوب قال لي من الصفر، اسف قال لي من الصفر للباي، هاي من الصفر للباي، يقول لي موجب كي لازم، هاي هنا كانت سالب كي هاي سالب كي، اشرت المحور سالب كي. شوفوا خليني ازيدكم انا اعطي المعلومه الثانيه، القيم اللي هنا شوفوا اكس كاتب لي اكس، غير انا عندي بالمحور اكس وواي، فدائما القيم اللي هنا اللي هي سالب كي والكي تمثل لي قيم واي على محور من؟ على محور واي، بينما القيم اللي هنا اللي بين الاكبر والاصغر او اكبر او تساوي هي قيم الاكس. يعني شوفوا هنا حطيت سالب وين على محور الاكس؟ سالب باي على محور الاكس، صفر على محور الاكس، وباي على محور من؟ الاكس. شوف حطيته، جيت سالب كي على محور الواي حطيته، وموجب كي على محور الواي، واجيت وصلت من سالب باي اللي من راحت للسالب كي اللي هو عندنا نقطة صفر، صار من صفر للسالب باي عندنا ناقص كي، ومن الصفر للباي عندنا شنو؟ موجب كي. شوف الاف اكس كتبته كي، اذا هاي الدالة هي كي، بينما هاي الدالة هي ناقص كي. هذه الكي هي على محور من؟ الواي الموجب، واي السالب كي على محور الواي السالب، والى اخره. زين يلاحظ ان هاي الدالة بريودك، كلمة بريودك، هاي بريودك معناها دورية يعني دالة مستمرة، يعني شوف راح تجي وتظل هيج تكمل نفسها على شكل مربعات وتستمر. زين، أنا ما يهمني، يهمني ذني الدالتين. أول شغلة أباوع هاي الدالة إيش فيها؟ متناظرة حول نقطة الأصل الأوريجن هي الأو. زين إذا متناظرة حول نقطة الأصل الفردية لو زوجية عرفت الدالة إيش فيها فردية. إذا فردية الأين نوت جيت تساوي صفر والأين جيت تساوي صفر. هاي أول نقطة عرفت. ثاني نقطة الطول، طول الدالة هو من أول عنصر بالإكس إلى آخر عنصر بالإكس، يعني من سالب باي للباي، هذا هو طول الدورة. زين بس لازم آخذه بإشارة موجب، يعني هو من سالب باي للباي، بس من أجي أريد أجمع طول أحسب طول أهمل الإشارة السالبة، يعني أحسب طول طول الدالة أهمل الإشارة السالبة. من هنا أنا عندي طولها باي، ومن هنا أنا عندي طولها باي، فراح يصير الأل 2 باي. زين أنا ما أريد الأل كابيتال، أريد البريود اللي هو الال سمو، تقول ال على 2 و2 باي على 2 وتساوي باي. هنا انا اشكال ارد اعيد واكرر، قيمه الكي والكي الكي الموجب والكي سالب هي قيم واي تمثل لي على محور الواي، بينما القيم اللي هنا هي تمثل لي على محور الاكس، بين الاكبر او اصغر، او اكبر يساوي او اصغر او يساوي.
لازم ارسم الدالة، ورسم الدالة يفيد بي من اعرف ان الدالة فردية او زوجية. بعدها اطلع طول الدالة، ولاحظ لازم هالحالة هذه لازم اخذها باشارة موجبة. ليش؟ لان طول من شوفوا انتبهوا من هنا طول او باي، العفو من هنا باي باشارة موجبة وليس سالبة. هسه للتأكيد طبعا انا اعرف الاي نوت صفر، بس اريد اتاكد عند القانون مال الاي نوت هو واحد على الال تكامل من بي 1 لبي 2 اف اكس في اكس. الال طلعتها باي التكامل، هنا انا عندي تكامل شوفوا لو نرجع هنا انا عندي تكامل من سالب باي للصفر ومن الصفر للباي. فاجي اجزئ التكامل اقول من سالب باي للصفر شو عندي الداله مالت الاف اكس ناقص كي، حطيت ناقص كي في الدي اكس، ومن الصفر للباي كي في الدي اكس. اذا اجي اكامل سالب كي خارج التكامل، تكامل الدي اكس هو اكس، ومن سالب باي للصفر حدود التكامل هاي طبعا، زائدا تكامل الدي اكس هو اكس والكي تنزل كثابت من الصفر للباي، اطبق حدود التكامل راح الاحظ انه اي نوت صفر، اشوف اي نوت صفر، اذا هذا دليل انه الداله شبيها فردي. لاي ان لازم هم صفر، هم اطبق القانون واحد على ال بي 1 للبي 2 اف اكس في كوساين ان باي على ال في الاكس في الدي اكس. ملاحظه لو هنا حاط مكان سالب اكس صفر، بهالحاله من اجي اكامل اهمل هذا الجزء، اكامل بس الجزء الثاني، وين ما تلقون دال اف اكس تساوي صفر اهملوه، لان تكامل الصفر هو صفر. اوكي تمام؟ ما لها داعي. هاي ملاحظه. فايضا احلل اي ان بنفس الطريقه، بس هنا شوفوا هنا حاصل ضرب دالتين، الاف اكس في كوساين ان باي على الف اكس في دي اكس. هنا راح تحتاجون العلاقات المثلثيه. هسه نجي الال عندك واحد على الباي من سالب باي للصفر ومن الصفر للباي. سالب باي سالب اكس الاف اكس مالتي، والموجب كي هي من صفر للباي. الكوساين ان باي على الال اللي هو شقد؟ باي في الاكس في الدي اكس. اختصرته بقت لي كوساين ان اكس في الدي اكس. زين سالب كي اطلع خارج تكامل، هنا انا كوساين ان اكس في الدي اكس شلون اكامله؟ من اجي اريد اكامله تكامل الكوساين هو ماينس ساين. تكامل كوساين ان اكس هو ماينس ساين ان اكس. بس الداله المثلثيه انا قبل ما اكامل لازم اوفر الداله المثلثيه، الداله المثلثيه هي ان اكس موجوده ما موجوده، لازم اوفر مقلوب. يعني شنو مشتقات الداله المثلثيه ان اكس؟ هي ان، لازم اوفر مقلوب شنو؟ مشتقه. ملاحظه عند التكامل اذا كانت مشتقه الزاويه غير موجوده نوفر مقلوب المشتقة ثم نكامل مباشرة. هذا الدعيد. إذا كانت عند التكامل إذا كانت مشتقة الزاوية غير موجودة نوفر مقلوب المشتقة ثم نكامل مباشرة. هسه الزاوية هي ان اكس، مشتقتها ان اكس في الدي اكس هاي الزاوية، مشتقتها هي ان. زين ان موجودة ما موجودة؟ عندي بس سالب كي، اوفر مقلوب المشتقه اللي هو سالب جد، العفو مقلوب المشتقه اللي هو جد واحد على ان، فسالب كي في واحد على ان ناقص سالب كي على ان. نفس الحاله هنا أنا اوفر مقلوب المشتقه اللي هو الواحد على ان، الى ان طلع الان يساوي صفر. بنفس الطريقه نستخرج البي ان، بس البي ان ايش راح يطلع لي؟ هنا راح يطلع لي عباره عن داله مثلثيه بها قيمه ان مجهوله. ليش؟ لان انا الداله الفرديه كنت انا الاي نوت والاي ان صفر، بس البي ان الى قيمه، البي ان شنو؟ الى قيمه. فمن تطلع للبي ان بدلاله 2 كي على ان في الباي 1 في قوس 1 ناقص كوساين ان باي، هنا انا عندي الان هي اجي اختبرها، افرض انه الان هي 1 2 3 4، اخذها 1 3 زوجي و2 و4 فردي، على مود اشوف شلون اطلع قيم البي ان. فاجي سويت هذا الجدول، قلت افرض قيمه الان 1 مره، افرض انه قيمة الان 2 مرة، افرض قيمة الان 3، افرض قيمة الان 4. فاذا الان 1 البي ان البي ده يصير شقد؟ بي ان، شوفوا بي ان، ان 1 البي ده يصير بي 1، ان 2 البي ده يصير بي 2، ان 3 البي ده يصير 3 وهكذا. تريد ما تريد تاخذ بس على الاقل اخذ 4 كتيست لمو تتاكد. فهسه هنا راح تصير 2 كي على باي 1 ناقص كوساين الباي. كوساين الباي هو سالب 1. اطلع قيمة البي ان هي 4 كي على الباي. هنا لو باختبرتها ب 2، طبعا هذا حرف رياضي، لازم تقعد ورقة وقلم
على كيفك تحل. تعوض مكان كل ان، مكان كل ان ايش قد؟ واحد. شوف هنا عوضت واحد، لان هي لو ترجع هذه الان وهنا الان، تعوض هنا واحد بواحد، ده تصير كوساين الباي 2 كي على الباي، وتعوض 2 ده تصير 2، ولا 2 تروح تصير كي على الباي في كوساين 2 باي اللي هي هاي. شوف كوساين 2 باي، وهكذا الى ان طلعت هاي القيم الاربعة. من طلعت هاي القيم الاربعة هسه جبت بالقانون مالتي الاف اكس، يقول هاي القانون مالتي او الصيغة العامة او الجنرال فورم، يقول الاي نوت على 2 زائد ان سوميشن انفينيتي للان تساوي 1 اي ان في كوساين ان باي على الالف الاكس، زائد ان سوميشن انفينيتي ان تساوي 1 بي ان في ساين ان باي على الالف الاكس. طبعا هذه كلها موجودة، اي نوت صفر، اي ان صفر، تبقى بس قيمة البي ان. بي ان ايش قد عندي؟ بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 انزل بي 1 هاي 4 كي على باي، هاي بي 1 4 كي على الباي في ساين ايش قد؟ اكس. ليش ساين اكس؟ لان ان ايش قد؟ 1 ان 1 و ال ايش قد؟ باي، باي على باي تروح تبقى ساين اكس. النوب هنا انا صفر، اكتبها صفر، لان ساين صفر صفر، وراها ساين شوفوا 4 كي على 3 باي صارت 3 اكس. شوف هاي 4 كي نزلت هنا هي البي 3 ساين ان، ان ايش قد؟ 3 باي على باي راح 3 اكس، وهكذا الى ان اوصل. فانتم اخذوا بس اربع قيم، 1 و 3 للفرد و 2 و 4 للزوج. هذا حل السؤال، انتهى الموضوع، طلعت دال متسلسلة فوري. بعدها يقول how can solve this example by another way، شلون تحلون هذا السؤال by another way؟ ملاحظة، وين ما تجدون sin n by عوضوا عنه بصفر، وين ما اجد sin n by سواء بالتكامل او بالاشتقاق عوض عنه بجد بصفر. ملاحظة 7، اينما نجد sin n في الباي نعوض عنها بصفر. وشكرا.